الدواجن تعتبر من أهم الثروات الحيوانية التي لا غنى عنها بين الفقراء والأغنياء. بكم الفراخ عندك يا عم؟ 35 جنيه. ليه؟ خليها تقاكي عندك. هاشتاج خليها تقاكي، حملة أطلقها رواد التواصل الاجتماعي لمواجهة ارتفاع الأسعار، ويتعدد آراء البائعين والمواطنين حول تلك الحملة. أولاً حملة الفراخ دي بالنسبة لنا احنا خطر. ليه؟ المحلات بتاعتنا هتتقفل، عايزين يخلونا نشتغل مجمد وخلونا نرخص مجمد، والزبون مش عايز فراخ مجمد، فالزبون متعود على الفرخه الصاحيه اللي تتذبح قدامه عشان ايه ياكلها بنفس او يطمئن ليها، لان احنا مأذين غلو الفراخ. يعني احنا هنا كمحلات ضغط الفراخ ده علينا جامد. انا مع الحمله بس خليها تقاكي، بس الحمله هتضرونا احنا في حاجه. البيع والشراء ضعيف شويه عشان الفراخ غالي، الفراخ غاليه غلو، يعني الواحد من صغره شغال في الفراخ ما شفناش الفراخ غاليه كده. حضرتك احنا يعني كل بتاع الفراخ مع الحمل، كل ما الفراخ تبقى سعرها اقل كل ما انا ببيع اكتر بكسب اكتر. لما الفراخ تكون سعرها ايه مش غاليه، لما تكون مش غاليه انا بكسب اكتر وببيع اكتر، غاليه ما ببيعش بالتالي مش هكسب. بصي الفراخ وصلت لحد 36 جنيه عندنا في البلد في العيار، وبعدين كل حاجه غاليه، السمك والفراخ وكل حاجه غالي. يعني بيت دلوقتي عشان بيت من 8 افراد عايز له فرختين. يعني حمد خليها تقاكي، هي اي حاجه غليت، اي حاجه غليت، يعني مش فراخ بس، هي المفروض نعمل خليها تقاكي وخليها كل حاجه. مسافة الفراخ مرتفعة 32 جنيه دلوقتي، الظروف بتاعتي أو الحالة الاجتماعية بتاعتي ما تسمحش لحاجة، أقل حاجة بنجيبها الفراخ. بالنسبة لأسعار الدواجن في المحلات غالية جدا، سواء الوراك أو الفراخ أو حتى الجوانح، الناس اللي هي التعبانة كانت بتجيبها برضو غالية، فالناس هتاكل إيه؟ أنا برضك اللحمة اسعارها برضك غاليه، فطبعا الناس ما بتقدرش تجيب لحمه بتجيب فراخ على اساس ان هي كانت ارخص شويه، والخضار غالي والحاجه غاليه، طب الناس هتعمل ايه؟ احنا مع الحمل، لكن لو الاسعار غاليه والفراخ اللي هتنزل هتبقى مش كويسه وطازه هنبقى مش مع الحمل. ما زالت تلك الحمله التي تبحث عن استجابه، فهل سينتصر اراده المواطنين في مقابل جشع التجار؟ غادة ملاهي، مصر أونلاين.